السلام عليكم شباب، ما شاء الله اليوم عندنا طايرة واحد على واحد بكل المقاييس، واحد على واحد. بنت الباص 2017 ما شاء الله فول، حتى رقمها 703 على ابوها 6255703، من الطيور الصغار اللي طبت للعراق بنات الباص. هاي الطايرة ما شاء الله طايرة فول، طايرة خشنة صاحبة جسم، مواصفات فول، ريشة، جسم، جنح، ما شاء الله من الطيور القلائل بالعراق يجي حمام. حتى طبقتها مميزة، المعلومات اللي عندي تقول هن هذا هاي الطبقة بيها 3 حمامات من هاي الأم اللي هي 272، ما شاء الله المعلومات اللي عندنا تقول بناتها أبطال هاي الطيرة. ما شاء الله حلوة 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 الطيرة. هاي الشهادة مالتها 2017 بنت الباص، وكلكم تعرفون انه هاي الطيرة انفقدت، لان الطيرة اصلا انباع للصين، طلع الباز انباع للصين. هذا هو الباز اللي هو اول ايس دايف، ثاني ايس دايف بروفيشال، ثالث ايس بيجن كي بي دي بي على بلجيكا، اول 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 ثاني ثاني سادس. ما شاء الله هذا الباص هذا ابوها 703، والحلو بهاي الطيرة رقمها نفس رقم ابوها 703. موفق اللي يصير من نصيبه. فالطيرة ما شاء الله، يعني انا ما لح على طيرة هواية، بس طيرة عجبتني هواية، عجبتني كلش حلوة.